الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السؤال الأول يقول: هل يجوز الشرب واقفا؟ الشرب يا أخواننا على نوعين، إما أن يجلس الإنسان ويشرب وهذا الأفضل، هذا هو الأفضل بالاتفاق، وهو الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله. الثاني أن يشرب الإنسان واقفا، فلو كان محتاج إنه يشرب واقف فلا بأس بذلك، ما في مشكلة، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهو ما حرام، يعني انت لو شربت واقف على حيلك ما حرام، لكن الافضل تقعد، لانه ده الطف للنفس واطيب للكبد. ايضا جاء عن علي رضي الله عنه لما شرب واقفا، شرب وهو واقف، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو واقف. وأيضا ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو واقف. فالأحاديث كلها بتدل على شنو؟ على جواز الشرب، بجوز، لكن الأفضل شنو؟ تجلس وبعدك تشرب. وفيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم بيقول إنه ما بجوز أصلا، المهم فيه خلاف، وده الراجح اللي قاله ابن باز والعثيمين وغيره. قال: ما هو رأيكم في الاختلاف الذي يحصل في هذه الأيام؟ والاختلاف الأيام دي براء، الاختلاف ده من زمان، ده قالوا جديد الاختلاف ده. ربنا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أصل الاختلاف ده موجود من أو من قامة الدنيا، الخلاف ده موجود، لكن أنت مفترض السؤال يكون كيف؟ يقول: عند الاختلاف نحن نعمل شنو؟ ما هو الاختلاف قاعد، يعني ما أنت بتمرق من محلنا ده هنا، دي حلقة بجاي بتاع السلفيين، تمرق بجاي شوية بتلقى لك لما بتاع التجانية شغالين الهبر وملو وحفروا البير جابوا له دلو، بتمشي حبة بتلقى لك جامع بتاع أنصار سنة شغال لافي من ناس صينية، ولهم الغيبة لا تجوز، وفي شباب قاموا الايام دي بيغتابوا الناس، ده ما عنده موضوع برضه، فوت خليه. بتمشي قدام شويه بتلقى لك جبهجي شغال حايم في الفضاء الخارجي، فوق تلقى حايم، والامه تعيش جراحات والام، والاقصى شغالين ناس عبد الحيوز ما شفتهم طالعين مظاهره، الاقصى والامه تحتضر، ولا بد من تخليص الاقصى، دار تخلصه هسه والاقصى دار تخلصه بمظاهره، مظاهرة في جبرة. الله بيسألك: الأقصى بيتحرر بمظاهرة في جبرة؟ كم ما أمة موهومة، لكن في النهاية دار يلقطوا قريشات، يقولوا الأقصى وموضوعه دارك ترمي لك قريشات في الصندوق داك، بس ده موضوعه، لكن أنت قايل الأقصى مو شغالين به، ولا الأقصى بيتحرر بمظاهرة. الأقصى بيتحرر لما الأمة دي تعرف عقيدتها ذاتها، أمة ما عارفة عقيدتها والجماعة طالعين في المظاهرة ذاتهم، تلقى واحد تجاني وقايم للمظاهرة يقول لك: الأقصى يا أحمد تجاني تحله، ده بحل أقصى يا أنا، هو المكسيك أنت الأقصى، هو القاعدين في الأقصى ده ذاتهم، ما في جماعة قاعدين معاك هنا أخير منهم ديلك ذاتهم، في جماعة في البلد هنا أكان قام يا الكباشي وكان قعد يا الصابونابي وكان هنا يا ست نفيسة وكان هنا يا السيدة ما تعرف شعوانتي، السدة فرق من الماسكين الأقصى شنو؟ شنو الفرق ذاته؟ فعلى أي حال الاختلاف موجود، يبقى السؤال: ماذا أفعل عند الاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أداك الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. انت لما تلقى الناس مختلفين، تجانية بجاي، سمانية بغادي، فهمت؟ حزب تحرير رافع لهم علم اسود هناك يقول لك ولاية السودان، دار يبقوا السودان قال ولاية، والحاكم يكون واحد على البلد كلها، هو اتخيل معي دار يطلع البلد كلها متفقة
وهو ذاته مرته ما متفقين في أقصى في أدنى مراحل الاتفاق، هو مرته مشاكلين. يقول لك لابد نوحد الأمة الإسلامية تشد ونخلي في حاكم واحد، حاكم واحد تمام، ونحن ما قادرين نتفق في بلدنا دي لسه. طيب تقول لا لا نجيب السعودية نقعدها، ولاية السعودية وولاية السودان وولاية ما تعرف تشاد ونجمينا بهيني ديل تشد، قال داري لما تحت حاكم واحد. شوف المواهيم ديل وحزب الجوطة دي كلها. انت لو دار تعرف الحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليكم بسنتي. الجماعة دي ما عندهم شغلة بالسنة، ما عندهم شغلة بالسنة. يعني التجانية الكلام اللي بيقرأ فيه شهاب قبيل ده كله بتاع التجانية، لو جيت قدمت سؤال لأي تجاني ماسك في صلاة الفاتح وفي شيخه بتاع التجانية، سؤال واحد تقول له الكلام ده كله وين الحديث بتاعه؟ في حديث هنا؟ التجانية دي جات بحديث ولا جات ساي؟ في آية قال تبقوا تجانية؟ يقول لك ما في، يقول لك خلاص أنا اختيتكم فوت خليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليك بسنتي. السنة وين؟ تفتش تشوف السنة وين؟ الساحة دي كلها لما تفتش الاختلاف ده بتلقى الاختلاف كله راجع لهوى بتاع الشيخ سيد الطريقة دي ولا الزعيم الدكتور بتاع الجماعة الدينية، كله راجع لهم هم، أفكار جابوهم. حتى الجماعة اللي بيقول لك سلفيين الليلة أنصار سنة ولا غيرهم، جماعة الصافية بينا تلقاهم قريبين في الحاج يوسف، تمشي دار دوق تلقاهم مبطحين في الجامع هناك كويس. ديل ذاتهم انت لما ترجع لحقيقة المذهب بتاعهم بتلقى أفكار بتاع الشيخ، ما في سنة. عشان كده النجاة دائما في القديم وفي الحديث وإلى يوم القيامة، النجاة في السنة. عليكم بسنتي. شوف ذول بيعلمك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ذول بيعلمك شغل بتاع تجانية ولا كلام فارغ ده في النهاية بضرك بس. بيقول ما حكم الدين في هدايا العمال؟ والصحيح يا اخواننا قبل كده احنا نبهنا في الأسئلة ما تقول ما حكم الدين، لأنه الحكم ده في النهاية أنا قد أصيب الحكم وقد لا أصيب الحكم، ما في النهاية أنا بفتي حسب المعلومة البسيطة اللي عندي، ممكن ما أصيب الحكم الشرعي. عشان كده أنت بتسأل بتقول ما قولك في كذا بس، بعد ذاك أنا حكمي ده إذا وافق الكتاب والسنة يبقى هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، وإذا خالف يكون المخالفة مني أنا، عشان ما تعتقد إنه ده هو حكم الله ذاته كويس. في هدايا العمال قال خاصة في بعض المؤسسات تجد العامل يصر على أن تعطيه شيء ومرات يقول زدني. نرجو توضيح رسالة مهمة. هدايا العمال غلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عامل شغال بمرتب خد بالك، زول شغال في مصلحة حكومية، محلة بتاع الجوازات، محلة بتاع غيره، شغال هو في مصلحة حكومية بيتقاضى مرتب. انت لما تجي داخل دار تسهل إجراءاتك بتقوم بتعصر له حاجة كده بجنبه، تقول له سبت دي ومشي له الورق بتاعي ده، ده ما بجوز حرام. فهدايا العمال غلول، يبقى كده رشوة منك انت ومن الآخذ لها، دي رشوة محرمة وهي من كبائر الذنوب ما بجوز. إلا العلماء قالوا إذا كان الموظف متعنتا، أنت أوراقك نظيفة خد بالك، أنت أوراقك نظيفة، ترخيص، رخصة، دار تعمل أي إجراء حكومي غير حكومي، الموظف يتعند عليك قال لك ورقك نظيفة أي ما في مشكلة، لكن ما بصدق لك يا زول ده ورقي يا ده ما في مشكلة، ما بصدق لك الصوت، ما في طريقة، حرك نفسك يقول لك، وعندهم عبارات كده أنا ما بعرف عبارات معينة، يقول لك مشي نفسك يا أخي، حرك نفسك. ففي الحالة دي العلماء قالوا أنت لو دفعت له حاجة يبقى الإثم على الآخذ لا على المعطي، لأنه أنت لا يمكن تستخلص حقك بشرط أنه لا يمكن تستخلص حقك إلا بهذه الطريقة. يعني ما ممكن أنت تقول له أنت مش قلت كده أنا بجيبها من زول فوق منك، تمشي للضابط بتاع هناك ولا زول الثاني تقول له شوف زول ذاك داري عطلني وما عنده أي حجة. إذا بتقدر تجيبها بصورة رسمية ما تديه أي حاجة، أما لو بقى إنه شفت الشغلة دي
إلا الزول القاعد بينا ده بس. والزول ده قال لك ما رجعتني ما بدي. فده تديه ويبقى الإثم عليه لا عليك أنت. ودي تدخل في باب قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب هنا ده واحد قدم محاية الدولة وسا دي محاية جديدة فريش وبخرة فهمت. المحاية هناك أظن كشحوها بيجاي في العربية جابوها في قارورة. المحاية طبعا الصوفية بجيبوها بيمشوا بيكتبوا القرآن في الألواح. خد بالك ده لو كان كتبوا قرآن بإحسان الظن كتبوا له قرآن وبيكتبوا حاجات تانية ما قرآن ذاته بيكتبوا في لوح بعد ذاك بيغسلوه ويقول لك تشربوا ده فيه شفاء وفيه علاج. كذب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مثل هذا العمل ده ما بجوز شرعا. تمام. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه كما في سنن أبي داود كان يقرأ على الماء يجيب مويه ويقرأ عليها مش يغسل له لوح لا يقرأ على الماء وبعد ذاك يشرب منه أو يشرب منه المسحور وصاحب الرقية وكده أو يغتسل منه ده بجوز. محاية الصوفية ما بجوز. البخرة هنا خد بالك شوف الجماعة ده كاتبين شنو قال بسم الله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا كاتبة شكل كروس كده لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله كروس لا يصلح عمل المفسدين مربع جوا 2 9 4 3 7 إلى آخره. ده شنو هسه ده شنو ده ما شغل بتاع شعوذة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب وتحت خد بالك نجمة ميم مربع ميم نجمة تاني ده هسه مش خدمة ممكن تنشط بها نت مش كده. ده كلام فارغ يا ناس ما عنده علاقة مع الدين الإسلامي أبدا. ما في رقية بتاع ده منو ذاته منو إلا ترجع لكتاب يستنبئونك كتاب يستنبئونك ده كاتبه بروف. ودي مشكلتنا إحنا في البلد دي مشكلتنا إنه الضلال ما جايين من جماعة مساكين ما فاهمين حاجة. ده بروف كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية هلك ربنا راح منه العباد والبلاد فهمت. مات قبل فترة. عنده كتاب اسمه يستنبئونك. في الكتاب ده جوه سؤال قالوا له هل وإيه من أسماء الله تعالى الحسنى. هو سأل السؤال ده ما بليد ذاته كده خليه البروف. في من أسماء الله والحسنى كمان كويس. الجواب خير منه السؤال. قال له نعم وإيه وهو كلها قال من الأسماء الحسنى. بالله دي جاته وين في كتاب شنو في القرآن. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ده الإلحاد ذاته كونك تغير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا تسمي الله سبحانه وتعالى باسم ما سمى بنفسه. ده الإلحاد في أسماء الله الحسنى. ده سينا كاتب له خرافات وشعبذة فهمت. ده كله من السحر يا أخواننا كله من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس قال ليس منا من سحر أو سحر له. البعمل السحر ولا البعمل له كلهم دين مرقوا من الشريعة. وليس منا من تطير أو تطير له وليس منا من تكهن أو تكهن له. ده كله بمرقك من الشريعة. لكن التصوف في النهاية دين باطل. أعرف المعلومة دي ودي النتيجة النهائية بتاعت الصوفية. تمشي للشيخ يقول لك تعال يوم الثلاثاء بعد العصر عشان يدوك فيك مقلب لابد يديك سيناريو كده صعب يوم الثلاثاء بعد المغرب يقول لك لكن قبل العشاء بشوية. تجي أول ما دخلت عليه يقول لك اسمك منو؟ اسمي الطاهر. أمك اسمها منو؟ يا دول أمي جابة لك شنو أنت؟ أمك يقول لك اسمها منو؟ شفت مما يقول لك أمك منو؟ أعرفه ده ساحر بس مما يقول لك أمك. ليه؟ الناس المختصين في المجال ده واللي تابوا من السحر قالوا لأنه الأم
في الغالب ما بكون فيها خدعة. أمك دي أمك، يعني أمك ما بتكون ولدتك ساي من مرة تانية، لكن أبوك ممكن يكون ما هو أبوك، ممكن يكون أبوك يقول وداك المستشفى وكده وجا عمل الكرامة وسمى لك وكده، لكن في الحقيقة ما هو أبوك. كون المرة دي مشت لها واحد تاني واحتمال وجابت منه الجنة، لكن أمك دي ما فيها لعبة. ولذلك السحرة بيشتغلوا بالأم، بجانب الأم، عشان يكون المسألة دقيقة شوية عندهم. على أي حال ده ما بجوز شرعا. ما هو الفرق بين الدعاء والتوسل؟ الدعاء ده بتدعو ربنا مباشرة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده دعاء مباشرة. أو تقول لزول، خد بالك، تقول لزول ادعو لي الله، ده برضه دعاء ما في مشكلة، تقول لا ادعو لي الله، دينا ما بيدخل في الواسطة المحرمة. أما التوسل بتاع الصوفية ده مش التوسل الشرعي، التوسل الشرعي اللي ذكرناه إنه تقول لزول ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى. أما بتاع الصوفية تلقى الواحد قاعد في بيتهم ولا بيمشي، يجي يقول لك يا مولانا لكن ما توسل عمر، توسل عمر كده الله يهديك يا مرضان، توسل عمر رضي الله عنه ما كده، يقول لك توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة قعدوا في بيوتهم، في بيوتهم هناك وقالوا يا النبي تلحقنا؟ تحداك اديني أثر زي ذا. يقول لك توسل الأعمى، أتحداك هل الأعمى قعد في بيتهم وقال يا النبي تشفيني؟ لا، كلهم جو وطلبوا منه الدعاء. إذا لو جيت وطلبت الدعاء ما في حاجة، بجوز. لكن الصوفي تلقاه منبطح في بيته، خد بالك، راقد على قفاو، بعد شوية يرفع لك يده ويوه أحمد تيجاني، ده توسل؟ سل عينك، ما توسل ده، أنت قاعد في محلك يا زول، ده دعاء لغير الله، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. دعيت أحمد التجاني، دعيت البرهاني، دعيت النبي عليه الصلاة والسلام، دعيت جبريل، ده في النهاية شرك بالله، لأن ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طيب السائل بيقول: هل صحيح أنكم تكفرون حوار الدجال في كلمته التي قالها في حق جبريل عليه السلام قبض الرسول كربون؟ قال يا ناس التكفير ده دي مسألة عندها ضوابطها، ما مسألة عشوائية زي ما عند الدجال. الدجال ده عنده التكفير أسهل حاجة، يجيبوا له فتوى وطوالي يجيبوا له معاه الكاميرا، بس يجيبوا لك المقالة زول ويركبوا له الكاميرا يقعد لك كده، هذا الداعي يكفر، يكفر ساي. الكفر ده إطلاق الكفر على الإنسان دي مسألة يا أخوانا لا بد فيها من شروط، في شروط تتوفر وفي موانع تنتفي. لأنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه الدابة بتاعته فلتت منه ما لقاها، يئس من الحياة، بعد ذلك قام لقى الدابة بتاعته رجعت وعليها طعامه وشرابه، فرح جدا، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. باقي لك الزول ده كان لما فيه الدجال ما كان كفره؟ والله كان لحقه مطاها، أكان بكفر الصبا في نقاش. ليه؟ لأنه ده بكفر من غير ضوابط، من غير ضوابط شرعية. التكفير يا أخواننا عنده ضوابطه. الكلمة اللي قالها هذا الشاب كلمة قبيحة وسيئة جدا، ولا شك أنها كلمة كفرية لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل عليه السلام، تمام؟ لكن كونه يكفر الإنسان هذا أمر آخر، نحن ما نهتم به هو تجريم الفعل اللي قام به الرجل ده والقول اللي قاله والتشنيع عليه وعلى شيخه. أما قضية التكفير نحن لا نكفر انتقاما يا ناس، الناس دي أساءوا لنا إساءات كثيرة، احنا عارفينها هو وشيخه، إساءات متواصلة متتابعة، لكن كما قال ابن تيمية أهل السنة لا يكفرون من كفرهم. التكفير ده ما انتقام، انت عارف ذاك، بس انت كذاب ده راجل اتكلم فيه، اتكلمت فيه بكفرك بس كده. ده التكفير والتبديع وغيره من الأحكام لا تطلق انتقاما على الإنسان، ما انتقام،
إنما ده حكم شرعي بضوابطه، لما تتوفر ضوابطه الناس بتقول به. طيب هذا بيسأل قال عن الجماعات الموجودة في الساحة شنو ما تعرف أنصار سنة ومركز عام، قال بالجوز ده ما عنده موضوع، أنا تكلمنا عن الموضوع ده كثير يا ناس. وانت فاضلك لجماعة، هو في جماعة سلام قاعد تعلمك دين هنا في المحل ده؟ وين الجماعات دي الآن؟ التصوف شغال في البلد والشرك شغال، وين الجماعات بتاعتك دي؟ ديل التعارف وقتين مرقوا من الجحور بتاعتهم دي، بمرقوا بيمشي بيتغدوا مع الكباش هناك وبيفطروا مع الصايم ديما، وبجيبوا لك جماعة من برا مستوردين، يقول لك شيخ الحرم وشيخ ما تعرف منو، يجيبوا لك في البلد دي عشان يمشي يضرب فتة مع السمانية ومع الكبابيش اللي هناك أو الطريقة الكباشية، فهمت؟ الجماعات دي انتهت براها، ما بتحتاج إلى كلام ذاته. سيبنا، أفرض إحنا سكتنا منها هذه الجماعات، أفرض إحنا سكتنا منها، وين نشاط هذه الجماعات في الدعوة؟ الجماعات دي ماتت، يقول لهم عضو كدوا فيه، قاعدين بكدوا في العظم بتاعهم ده، لما قروشهم دي تكمل بتفرتقوا وفوتوا، ما لا وجود لا، ما تضيع بها زمنك ساي. تاني ما في أسيرة. سؤال تاني نسيناه؟ طيب عموما الزمن ما بيسع لمتحدث آخر، نكتفي بهذا القدر، نلتقي يوم الخميس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.